استنى، الفنان ديال اليوم غادي نقلدو لك باش نشوف واش تعرفوا ولا لا. نعم، ما كنسمعكش. ويلا صاحبي ما عرفتيش، فينسنت فان غوخ. السلام ومرحبا بكم في حلقه جديده ديال طابلو، اللي غادي نهضروا فيها على واحدة من اشهر اللوحات في العالم، واللي هي ليله النجوم ولا ستاري نايت ديال 1889، اللي رسمها فينسنت فان غوخ. راه قلبت على السميه ديالو كيفاش كتنطق، وكتنطق فان غوخ. اللوحه اولا كتوفي بالوعد ديالها، فيها الليل وفيها النجوم، ولكن اش من الليل واش من النجوم، ماشي كاع الليالي كيتشابهوا وماشي كاع النجوم بحال بحال. المشهد اللي هو عباره على نظره على الفيلاج ديال سان ريمي، اللي وسط الهضاب فوق منه سما زرقاء مزوقه بالنجوم والقمره، وفي المقدمه ديال الطابلو واحد الشجره ديال سايبرس اللي كتقال بالعربيه شجره السرو، واللي بحال شي عافيه شاده الطول تقريبا كامل ديال اللوحه. الجو بحال ديال يلاه طاح الظلام ولا يلاه طالع النهار. الضوء الصفر اللي كنشوفه في الشراجم ديال الفيلاج واللي كينسجموا مزيان مع النقاط الصفر ديال النجوم، يقدروا يكونوا الشمع ديال طابله العشاء ولا طابله ديال الفطور بالنسبه للناس اللي فايقين بكري. غمضوا عينيكم وتخيلوا معايا هذيك اللقطه وهذيك لومبيونس، رجال ونساء المعظم ديالهم فلاحة، جالسين في ديورهم وكيتستعدوا باش يبداو النهار ديالهم جديد ولا يطويو الصفحة ديال النهار ديال تمار. هذا المشهد من غير انه كيصور لقطه اللي هي مزيج ما بين شنو كان كيشوف فان غوخ من الشرجم ديال البيت ديالو في المصحه ديال سان ريمي للامراض العقليه، والمخيله ديالو، وغالبا الذكريات ديال المساريات ديالو وسط الطبيعه. فهو كيعبر على واحد ستيت اوف مايند، واحد الانرجي في الخدمه ديالو. غالبا هاد اللوحه ما تصوراتش في ليله واحده، وغادي تكون مجموعه ديال الذكريات اللي التقطها كل ليل هو كيشوف في نفس البيزاج. علاش قلت من المخيله ديالو؟ لان الفيلاج ديال سان ريمي ما كانش كيبان من الشرجم ديالو. ثاني حاجه، هذيك الشجره ديال سايبرس كان رسمها قريبه بزاف على الواقع فين كانت بعيده. الاختيار ديالو انه يحط شجره ديال سايبرس قريبه من الواقع المشاهد هو انه يكري هذاك البعد والعمق في الصوره. التقنيه ديال فان غوخ راها هي التوقيع ديالو، هذوك الخطوط الغليظه والباينه اللي كتشكل هذاك الانتماء للمدرسه ديال الامبرسيونيزم. مدرسه كتنتقد الفلسفه السائده ديال الفن الراقي اللي فيه حشومه تبان الضربه ديال البانسو. بالعكس، فان غوخ كيغلد الخط وكيستعمل اللوحه بحال شي طارتين ديال الخبز مطلس عليها بكيه ديال الفرماج لحقاش فيه الجوع. هاد التقنيه كتخليه يرسم لوحه بحال هادي في ساعات قليله مقارنه مع فنان ديال المدرسه القديمه اللي لوحه واحده تقدر تاخذ ليه سنوات. الغرض ديال فان غوخ هو يلتقط لحظه في السماء، يلتقط اتموسفير، وماشي انه يحاول يقلد الطبيعه في المظهر الخارجي ديالها. بهاد اللوحه كيحطنا كشهود على هذيك الليله بالضبط ديال 1889. الا كانت هاد اللوحه هي نظره ديالو من الشرجم ديال بيتو، فبالنسبه لنا هي نافذه مفتوحه على النفس ديالو. فينسنت فان غوخ غادي يوضع حد الحياه ديالو سنه من بعد في 1890. هاد الحادثه المؤلمه بالنسبه للعشاق ديال الفن تقدر تكون بلاء خير على اللوحه اللي كنهضروا عليها اليوم واللي هي ستاري نايت، لان فينسنت فان غوخ كان معروف بانه كينتقد بزاف الاعمال ديالو، وبعض المرات حتى المستوى ديال الكره، وكان زاد طول شويه كان يمكن انه يمحي هاد اللوحه ويرسم فوق منها.